جسور التعاون التي وضعها إكسبو 2020 بين دول العالم دفع هذه الدول للتسابق على تقديم أفضل ما لديها من منتجات وابتكارات وللترويج للسياسات وطموحات مستقبلية تسعى لتحقيقها عبر شركات عابرة للقارات لا تقف عند حدود معينة. إيرلندا واحدة من الدول التي وجدت في إكسبو 2020 ضالتها لتبحر من شمال المحيط الأطلسي إلى عمق المنطقة العربية باحثة عن فرص استثمارية وشركات تجارية. ومعي هنا في الاستوديو وزير التجارة الإيرلندي روبرت تروي. أستاذ روبرت، أهلا وسهلا بك معنا معالي الوزير على شاشة سكاي نيوز عربية. كيف تتابعون إكسبو دبي 2020 وما هي المنتجات والابتكارات الجديدة التي تقدمونها وتعرضونها في إكسبو؟ بداية شكرا جزيلا لهذه الاستضافة. أنا مسرور جدا لمشاركتنا في إكسبو 2020. إنها فرصة ممتازة للعالم ليجتمع وإعادة التواصل ومشاركة الخبرات بعد خروجنا من وباء كورونا. إنها فرصة للعديد من الدول، 191 دولة مشاركة هنا في إكسبو 2020. إنها فرصة لنا جميعا للتعاون وخلق شراكات جديدة من أجل التحدي أو مجابهة التحديات التي هي أمامنا اليوم، مثل التغير المناخي والاستدامة وطبعا التحديات في إطار كورونا. طبعا إنها المرة الأولى بالنسبة لي في هذه زيارتي الأولى للشرق الأوسط. حبذا لو تحدثنا عن طبيعة العلاقات التجارية بين إيرلندا والإمارات وما هي القطاعات المتركزة أو التي تتركز فيها هذه العلاقات؟ نعم، على مر العام الأخير كان هناك 100 مليون قيمة الصادرات نحو الإمارات العربية المتحدة. إنه ارتفاع بنسبة 12%، وهو أمر مهم في ظل كورونا. ونحن طبعا نقوم بتصدير عدة منتجات صيدلية وغذائية، ونحن نبحث عن تعزيز هذه الصادرات. وطبعا هناك دي بي وورلد، إحدى المجالات التي نتعاون فيها مع الإمارات العربية المتحدة، ونحن نبحث سبل لمزيد من التواصل وسبل اللوجستية لزيادة حجم التجارة في هذه المنطقة. نتوقع على مر الأعوام العشر المقبلة سوف يتحول التجارة من أيرلند إلى هذه المنطقة إلى 13 مليار يورو. إذن هي إحدى الأسباب، أسباب تواجدنا هنا في دبي في هذين اليومين الماضيين. نحن وفد تواجدنا هنا لتعزيز هذه العلاقات ونعمل على الاستدامة والتكنولوجيا في الاستدامة. إكسبو دبي يعني يعطي جسور تواصل بين العديد من الدول وثقافات وأيضا شركات سواء اقتصادية تجارية وغيرها. كيف تستعملون أو تواجدكم هنا في إكسبو 2020؟ هل تستغلونه لأن تكون هناك المزيد من الشركات والانكشاف أكثر على المنطقة العربية وأيضا الشرق الأوسط؟ نعم، في الواقع إحدى السبل التي نستخدمها لتعزيز علاقاتنا مع الشرق الأوسط بشكل عام هي طبعا تعزيز تسويق الثقافة الإيرلندية. ونحن نعمل هنا من خلال تسويق هذه الأوجه الثقافية لأيرلند على مر شهر نوفمبر. طبعا سوف نقوم بإطلاق برنامجنا يوم الثلاثاء مساء في جناح أيرلند، وهذا يعزز العلاقة والخبرة الثقافية المعروفة في العالم كله، وهي طبعا تفوق كل الحدود. ما طبيعة الفرص الاستثمارية التي تعرضونها سواء على شركائكم هنا في الشرق الأوسط وأيضا زوار والناس المشاركين في إكسبو 2020 دبي؟ هذا الأسبوع شاركنا في معرض ويتكس، وكان هناك عدد من الشركات برهنت عن مشاريعها أو عرضت مشاريعها وحلولها طبعا في مجال الطاقة النظيفة والتنقل والاستدامة والطاقة الفعالة. إذن كانت هناك 8 شركات إيرلندية شاركت في ويتكس، وعلى مر الأعوام
الأعوام المقبلة سوف يكون هناك مزيد من الشركات المتخصصة في التعليم العالي مثلا وفي الصحة والزراعة. وطبعا الأمر يعتمد على الأسبوع وعلى الموضوع المتناول والذي يتم التركيز عليه في خلال الأسبوع، وسوف يكون هناك استجابة من الشركات الإيرلندية خلال الأسبوع المعني. كما قلت، هذا الأسبوع نحن نركز على الطاقة أو التكنولوجيا النظيفة، وطبعا الاستدامة والأمور البيئية وحماية البيئة بشكل عام والفعالية في الطاقة. أنا أشكر تواجدك معنا أستاذ روبرت تروي وزير التجارة الإيرلندي، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل لنهاية هذه النافذة من هنا من إكسبو دبي، ونعود لاستوديوهاتنا في أبوظبي.